هذا ويستعد رؤساء المجالس الشعبية البلدية لبعد أقل من سنة من نهاية عهدتهم تسليم مهامهم. ليبقى السؤال الذي يطرح ما الذي قدموه للتنمية المحلية بعد عهدة نجم عنها؟ متابعة قضائية محمد بومجو. أشهر فقط تفصل على نهاية العهدة الانتخابية الجارية لرؤساء المجالس البلدية. الأنظار كلها ستكون خلال هذه الفترة موجهة إلى منجزات الأميار والتي قدموها خلال عهدتهم لخدمة التنمية المحلية رغم حجم الأعباء التي تضاعفت عليهم بسبب الأزمة المالية. شوفوا بلي الحصيلة إيجابية وإيجابية جدا، وهذا الشيء نقدروا نثبتوه بالواقع. لما أنت تقارن 10 سنوات سبقت قبل العهدة هذه وتلقى بأنه المشاريع كانت حوالي 80 مليار سنتيم، وفي عهدة 4 سنوات ما زلنا ما كملناش، رانا في حدود 120 مليار سنتيم تاع مشاريع منجزة وموجودة في الواقع. حصيلة المنجزات التي تراها النقابات مخالفة للواقع، خاصة مع وجود الصراعات السياسية والتي غالبا ما تعود بالسلب على التنمية المحلية. المنتخبين المحليين رأي العهدة تاعهم ما بقتش عليها كثير، وتقريبا أغلبية رؤساء البلديات ما قدموا ولا شيء. من يوم ما دخلوا البلدية هما في صراعات حزبية، صراعات مع الموظفين. هذا لان انت ما تهجوش سياسه عمل مدروسه. العهدة الحالية والتي عرفت تجاوزات بتهم الفساد جرت العديد من الأميار إلى المحاكم، والتي كانت سببا في نهاية مصير العديد منهم. ماشي الرئيس بلدية لازم يكون بعيد على الشيء هذا وما عنده حصانة، ولا اللي غلط لازم يخلص، لأن هذا التسيير والتسيير المال العام ماشي سهل، وهذه راهي أمانة بين يديك. الشعب راه انتخبك باش تخدمه ماشي باش تخدم روحك. رؤساء المجالس الشعبية البلدية والذين سيتركون بلا شك تحديات ثقيلة للوافدين الجدد السنة المقبلة، خاصة بعد دخول الجزائر مرحلة جديدة تتعلق باعتماد البلديات على نفسها في التمويل الذاتي.